بكل وضوح صب تركيز من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن مش القلب السياسي في واشنطن، لكن من خلال السفير في تونس ثم استظهار من بشيء من التركيز. أنا مؤمن أن التركيز في أمريكا هو أكثر على إيران وعلى أفغانستان مما هو على تونس أو على أفريقيا عموما. على كل بالنسبة لنا هذا موش الوفد الأول، أظن السادس أو السابع بعد 25 جويلية، اللي يطالب تونس بالانتباه وبضرورة العودة إلى المبادئ الديمقراطية الضرورية. نجم نفهم منه شيئين اللي تشدوا على لسان جميع الوفود بالتليفون وإلا بالزيارة الرسمية. الأول هو أنه الحالة في تونس ما هيش عادية، هي أزمة، ويلزم التصرف معها بصفتها أزمة ومع ضرورة الخروج منها في أقرب وقت بالعودة إلى المبادئ الديمقراطية. هذا تكرار، لكن أحيانا عنده معنى التكرار. ثانيا اللي اعتدنا نسمعوه هو أنه يجب أن تظهر هيئة برلمانية تتزامن مع السلطة التنفيذية. الانفراد في الحكم من خلال سلطة تنفيذية معزولة عن بقية الأركان الديمقراطية صعب، بحيث التركيز على هذا المبدأ أن تستكمل الديمقراطية التونسية الركن البرلماني، هذا جاء على لسان الوفد بكل تأكيد. هذوما تعودنا بهم. النقطة الجديدة في الظاهرة الأخيرة هذه أظن هو أولا أنهم تبروا من أي صلة بينهم وبين الجهات السياسية التونسية، والمقصود هو حزب النهضة. يعني ما همش جاءوا يعزوا في مطالبات معنا من حزب النهضة وإلا الانتباه إلى حقوق حزب النهضة اللي هي تترعس اليوم البرلمان وكذا. أظن التبرير هذايا مهم جدا وفيه شيء جديد بالقياس مع الوفود السابقة، بمعنى يعني أنه الوفد جاء مش يقول أنا ما عنديش علاقة بحتى حزب سياسي في تونس على حساب ربما طرف آخر، جاء باش يقول هذا، وإلا قرر باش يبين هذا بعد وصوله إلى تونس، هذا ما نعرفوش. لكن المهم هو أنه صرح بهذا باللسان الصريح، وهذا في الساحة السياسية التونسية. وبالنسبة لتصرفات رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية عنده معنى. عنده معنى، هذا مهم. ثانيا ما ربطوش، ما استظهروش ربط بين الدعم الأمريكي التقليدي إلى الانتقال الديمقراطي في تونس والشرط في عودة إلى المبادئ الديمقراطية، بحيث التسهيلات المالية اللي نحن ننتظرها من المؤسسات العالمية، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وكذا، ما جبدوش عليها، بحيث نجم نعتبره أن ما فماش خطر معناها أمامنا بحكم التطويل اللي أملى التكرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. أظن هذم حاجتين مهمين بعد طول المدة من 25 جويلية لليوم اللي ما عناش فيه حكومة، واللي حزب النهضة يتقلبوا باش يلقاو من يتكلم باسمهم وباسم مصلحتهم ويضم مصلحة حزب النهضة إلى المبادئ الديمقراطية. هذا أظن حزب النهضة خاب فيه. معناتها حزب النهضة خاب ظنه في زيارة الوفد الأمريكي. أي أظن كان معمل عليه
وما الوفد الأمريكي اللي هو من مجلس النواب ليس هو من مجلس الشيوخ. تعرف البرلمان الأمريكي فيه غرفتين، هذا مجلس النواب ما هوش مجلس الشيوخ.